حياكم الله متابعين قناة المربع نت من جديد. أنا أخوكم المهندس عمار، واليوم عروض أكتوبر في التوكيلات. بس قبل ما نبدأ في العروض، لا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعطينا اللايك عشان يوصلك كل جديد في عالم السيارات. أول عرض من التوكيلات راح يكون على الجروف 2024، سيارة 4 سلندر 1500 سي 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 في تي 5 ركاب، سيارة اقتصادية تمشيك 15.9 كيلو لكل لتر، سيارة اقتصادية جميلة والألوان اللي عليها رائعة جدا، فلا تفوتكم هذه التحفة، 51900 ريال فقط. وفي حال كانت الجروف صغيرة عليك لا يفوتك العرض الثاني من التوكيلات على الكابيتيفا 2025، فئة الـ LS، كاميرات خلفية، حساسات خلفية، شاشة ترفيه 10 بوصة، محرك 1500 سي سي تيربو بناقل حركة سي في تي. العرض يقول لك ب 72999 ريال شامل الضريبة تحصل على السيارة الجميلة هذه، وبقسط شهري ب 777 ريال فقط، لا يفوتك من العروض. أما بالنسبة لعرضهم الثالث راح يكون على البليزر 2024 أريس، سيارة رياضية جميلة تجي محرك 310 حصان 3.6 لتر V6 ب 184999 ريال فقط، قسط شهري ب 2333 ريال شامل الضريبة، لا تفوتكم السيارة. وب 223999 راح تاخذ التاهو للاس وبقسط شهري ب 2777، لا تفوتكم العروض، الحقوا على التوكيلات. ابتداء من 246999 ريال راح تحصل على هذه السيارة الجميلة اليوكن 2024 الاس ال اي ال بي وبقسط شهري ب 2888 ريال، لا تفوتكم عروض التوكيلات حتى نفاذ الكمية. السعر النقدي والاقساط يشمل قيمة الضريبة المضافة، أما بالنسبة للأقساط فلا تشمل التأمين. طبعاً هذا العرض ساري حتى تاريخ 31 أكتوبر أو حتى نفاذ الكمية. لمعرفة المزيد إما زيارة هذا الفرع، فرع جديد في حي اليرموك، أو أي من فروع التوكيلات العالمية في المملكة العربية السعودية، راح أحط لكم أرقام التليفونات عشان لو حاب تستفسر أو تستفيد من هذه العروض. وفي نهاية تغطيتنا لعروض أكتوبر من التوكيلات العالمية، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعطونا لايك عشان نوصلكم كل جديد في عالم السيارات. أنا أخوكم المهندس عمار، والسلام عليكم ورحمة الله.